من عقال الطيرة كم شيت صغار ربيع الحصير هاي صاروا كبار ما نسيوش الديري مين اللي ينسى فلسطين الجنة. تعاوني على البر والتقوى وقال وتعاونوا على البر والتقوى. النية الخامسة هي طلب النسل الصالح لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث منها ولد صالح يدعو له. والنية السادسة ألا وهي بناء البيت المسلم القائم على تقوى الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وقال هو